صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أنشأت العمرة في بلدي ثم مررت بالميقات، يقول أحسن الله إليكم: إذا أنشأت العمرة في بلدي ثم مررت بالميقات ولم أحرم ثم بدا لي الإحرام، فهل الواجب علي أن أرجع إلى الميقات الذي مررت من عنده أو أرجع إلى أقرب ميقات لي؟ لا لا، ترجع إلى الميقات الذي مررت به ولا تحرم من غيره، لأنه تعين عليك الإحرام من الميقات الذي مررت به، فترجع إليه وتحرم منه. نعم.